رايدة بيبرس شركة بروز للعلاقات العامة، خليني أعرف منك برضو أقسام الشركة هنا إيه؟ فاهمين هنا الشركة هنا شركة علاقات عامة، إحنا بالنسبة لنا دي كلمتين، لكن بالنسبة لك أنت العديد من الأقسام، صح كده؟ وكل قسم ليه مسؤوليات ضخمة جدا. أنت بتقولي في ناس هنا بتيجي من 6 الصبح. دي حقيقة. طب اشرحي لي. هي إدارات فيها 4 إدارات ممكن تكبر أكتر من كده حسب ما أنا عايزة. ده بيجمع الأخبار مثلا القسم ده؟ قسم بيجمع الأخبار اللي في السوق يوميا في كل المجالات حسب كل عميل، يعني لو مجال العقارات هيبقى فيه مثلا اخبار عن مصر او القطاع يعني اخبار سياسيه واقتصاديه وعن القطاع وبيروح له الصبح وده سيارات نفس الطريقه وكله والبنوك وكله. بس احنا دورنا هنا انا في ناس بتعملها سيستم وفي ناس بتعملها بشري، يعني حد بيجي الصبح بيعمل سيرش بيمسك الجرايد بيعمل سكاننج بيطلع الخبر بيحطه الحاجات دي كلها. وفي سيستمز دلوقتي طالعه في العالم كلها بتعمل السيستم، بس السيستم دي ما بتسعفنيش في الكرايسس الازمات، لان انت مثلا شركه هيلتون سين. هيلتون بيطلع باريس هيلتون مثلا سيستم بتاعه ملوش علاقه، هو سيستم زي الاي اي والحاجات دي فما عندوش يفرق فبيبقى حاجات كتير قوي عشان اعرف اظبط الدنيا. السيستم كويس بس انا بحب في العلاقات العامه بالذات المان باور الشخص نفسه، بينفست في الشخص نفسه، بحب اكبر الشخص، بحب اعتمد على البني ادم اكتر من السيستم. ادي قسم ايه اقسام تانية عند حضرتك انا؟ القسم التاني القسم اللي انا عايز اوصل معاك لمفاصل كلمه علاقات عامه. القسم التاني قسم المسؤول عن الاعلاميين او الصحافه والاعلام، يعني اللي هم بيتعاملوا مع الصحافة بحيث ان هم يقدروا يوصلوا رسائل الشركات للإعلام اللي هي الجزء الأساسي اللي بيوصلوها للناس. فهو الإعلام أنا بالنسبة لي رأس مالي الصحفيين والشركات والبني أدمين. فالحمد لله يعني بالعشرة وبالخبرة بقالي 18 سنة وصحفيين مصريين مش صحفيين هينين خالص، في ناس بتذاكر قوي وفي ناس صعبة قوي وفي ناس طيبة وسهلة في كله. محمد غانم صعب جدا. محمد غانم صعب جدا يا جماعة بجد، ولا كان بيطلع عيني يعني زمان. لا بس أنا بكلمك الصحفيين المصريين، لا في صحفيين شاطرين جدا وما ينفعش ترفع عليهم سماعة التليفون غير ما تكون متأكد، تبقى لازم تكون في شفافية وعشان تقول له حاجة هيبقى في مليون سؤال تاني تبقى جاهز بيه، لازم أرقام ومعلومات كاملة. طبعا ده دورنا مع الشركات إن إحنا بنحط الرسائل والمعلومات المهمة اللي تهم السوق المصري إن هو يبقى متغذي بالمجال ده في مصر. المجال ده أخباره إيه يعني شغال فيه؟ أقسام إيه تاني موجودة هنا؟ قسم بقى الاستراتيجي، استراتيجيات العميل. ده بيعمل ايه بقى؟ ده العميل لما بيجي بيبقى عنده كده زي بريف زي ما بيقولوا كده او رؤيه، ورؤيته بيجي يقول لنا رؤيتي 1 2 3 وخلال الرؤيه دي انا ممكن اعمل 1 2 3 ويسيب لنا الموضوع، وعايز اوصل في السوق المصري ابان في السوق المصري بالشكل المظبوط اللي انا بطلع بيه، عشان ساعات في ناس بتقول كذا وناس بتقول كذا والصوره الذهنيه مش واضحه. انا اقعد بقى اهضم الحاجات دي واذاكر مع التيم ونقعد يشتغلوا يذاكروا يعملوا السيرش بتاعهم هنا ومش عارفه ايه وكده، ونعملوا استراتيجيه ازاي تنزل السوق المصري، تبتدي برسائل اول رسائل هتطلع بيها ايه والرسائل التانية، وتبقى فيزز بقى مراحل